صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك وعلى ابنتك المظلومة المضطهدة ذات الأحزان الطويلة في المدة القصيرة ذات الحق المغدور والدمع المنثور والضلع المكسور والقبر المعفى دون القبور. ألا لعن الله من ظلمها وآذاها وآذى ذريتها من الأولين والآخرين. من مبلغ عن الزمان عتابا ومقرع مني له أعتابا، يا دهر تغافل عن هدى كأن قوم النبي تغافلوا مذ غابا، يا نكصوا على الأعقاب عند وفاته سيرون في هذا النكوص عقابا. يا عجبا لقوم أخروا مقدامهم بعد النبي وقدموا الأذناب. يا باب فاطم لا طرقت بريبة ويد الهدى سدلت عليك حجابا. يوم على بيت النبوة أجلبوا ظلما كأن لهم بذاك طلابا، يا أوهي عليك أما استطعت تردهم. يا أم لما أتاك الظالمون غضايا، يا 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 أبا أو ما يكلم الباب هذا الشاعر يقول أو ما رققت لضلعها لما انحنى، يا كسرا وعنه تزجر الخطايا، يا 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 أبا وهل المسمار هل در المسمار يوم أصابها، يا من قبلها قلب النبي أصايا، يا 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 أبا أولي أوالش كثر عذبها دفرها. يا والله يوم الطاغي عصرها
وجه بيده سطرها. اي والله ريت الصابغه انشله يا 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 اتي يمينه تقول له يا بويك القلب حالي يكسر والله سطرني العدو وشلون السطره يا غدا من هالنهار بعين الظلمه يا بويا وطاح من جار العليا جنين وقمت ما ظل حيل بي يا بويا وعلم انك مكتف بالوصيه اي والله وحسن وحسين يتباجوا يا 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 يما انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال أمير المؤمنين عليه السلام العباد ثلاثة قوم عبدوا الله خوفا فتلك عبادة العبيد وقوم عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار وقوم عبدوا الله حبا فتلك عبادة الأحرار. صدق مولانا وسيدنا ومقتدانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لتعجيل فرج المولى وقبول المجلس وأن تشملنا السيدة فاطمة وأن يشملنا إمام زماننا صاحب الزمان بألطافه نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. لعله في الليلة الماضية ذكرنا أنه قضية الذكر الإلهي وما هي حقيقة الذكر الإلهي، حيث ذكرنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أقم الصلاة لذكري، اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي الحديث عبدي ذكرتني في مجلس أذكرك في مجلس أحسن منه. ما هذا الذكر الإلهي؟ كيف يصبح الإنسان ذاكرا لله تعالى؟ حقيقة الذكر أيها الإخوة لابد أن يكون هناك إنسان ذاكر على نحو الحقيقة لله حتى يبين لنا ما هو الذكر الإلهي. أما أمثالي الذين ليس لديهم أي شيء من الذكر يتكلمون بالنظر، أما العمل فله أهله له أناسه. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث الشريف بيّن حقيقة الذكر الإلهي حينما قال العباد ثلاثة قوم عبدوا الله خوفا من ناره، يعني رهبة من ناره من عقابه من غضبه. يقول هذه عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله رغبة طمعا في الثواب وفيما أعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين العاملين، هم عبدوا الله. يقول هذه عبادة التجار، وقوم عبدوا الله حبا وتلك عبادة الأحرار، اللي في بعض الروايات وإني أعبده حبا له. شنو هذا الحب الإلهي؟
ظاهرا اكو فد حقيقة احنا غافلين عنها. ولذلك لتبيين هذا المطلب لابد ان نذكر مثالا للتقريب. الناس العباد بغض النظر عن الناس الكافرين الملحدين المشركين، لا لا، هؤلاء الذين يدعون الإيمان، الذين يدعون إنهم مؤمنون، يدعون إنهم مهتدون، ثلاث طبقات. وخل أشوف أنا نفسي بيا طبقة من هذه الطبقات، أي طبقة تنطبق علي. الطبقة الأولى هم أناس تامي الإيقان. تامي الإيقان يعني عندهم اليقين 100%، وتامي الاستعداد، وعندهم استعداد تام لقبول الأعمال بتمامها، ولعل هذه الطبقة مخصوصة بالمقربين، أن يكون الإنسان تام اليقين. بمعنى نحن الآن في هذه الدنيا نسمع بأن هناك عالم يسمى عالم البرزخ، وفيه ما فيه ملكان، وفيه ملك يدعى منبه، وفيه عصرة للقبر، وفيه ليلة تسمى ليلة الوحشة، وفيه ما فيه أمير المؤمنين، سيد البلغاء، سيد الواصفين. حينما يصل إلى هذا المطلب يقول: عباد الله، فغير موصوف ما نزل به. يقول: ما ممكن وصفه بالكلمات، ايش قد عندي يقين بهذا الحديث. ولذلك الذاكر لله الحقيقي الموت نصب عينيه، هو في كل لحظة يقول لعله الآن أموت، من أطلع أموت ما يدري، جاعل للموت نصب عينيه. أما أنا عندي مفاهيم، عندي كلمات عن ذلك العالم، ولذلك ترى عملي مو بالمستوى المطلوب. فهؤلاء الذين عندهم يقين تام، عندهم استعداد تام، عبدوا الله سبحانه وتعالى على نحو الحقيقة، وهؤلاء هم الأنبياء والأولياء والمقربين. القسم الثاني من الناس هم تامي الإيقاع، عندهم يقين لكن استعدادهم ناقص، غير تامي الاستعداد، ولذلك يكون عملهم يقصر بعض الشيء، وهي الطبقة الثانية. أما الطبقة الثالثة اللي أنا لعله يقينا منهم، ذولا غير تامي الإيقان، ما عندهم يقين تام، وأيضا ما عندهم استعداد تام. وهي جملة اللي يدعون التدين والإيمان، أو لعله يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هيك القرآن يقول، يقول الكل يدعي بأنه يحسن صنعا، لكن تعال إنه للحقيقة، هل هو من الذين آمنوا؟ القرآن ينادي: يا أيها الذين آمنوا آمنوا برسوله. شو ناديهم؟ آمن يا الذين آمنوا، آمنوا بيش؟ بعدين يقول لهم: آمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. فالمطالب الواحد لازم، اللي صدق طالب لله، اللي طالب للقرب، اللي طالب للحقيقة، لابد يتدبر بالآيات القرآنية، بالأحاديث النبوية، الأحاديث المعصومية، حتى يتبين له شيء من الطريق. ولذلك هاي ثلاث طبقات. هذا المثال نحكي الآن بطريقة أبسط. نفرض أنه واحد من الناس هذا يجي يقول: أنا متدين، لكن هو واقعا مني ينام بالليل، آخر شيء يخليه على الفراش، هم لليوم التالي أنا شنو راح أبيع، شنو راح أشتري، بمن راح ألتقي، هاي القضية شلون أحلها، هاي القضية شلون أخلصها، إلى أن ينام، هم كله بتدبير يومه. أما مثلا يفكر أنه أكو شيء اسمه لقاء الله سبحانه وتعالى في صلاة الصبح، لا لا، ما جاء على باله أصلا، هو داخل بقول الله تعالى: كرهوا لقاء الله، فكره لقاءه.
هذا مو بحسبانه، هو يقول إن الله سبحانه وتعالى خالق الخلق، إن الله سبحانه وتعالى يصدر أحكامه من خلال عرشه وملائكته، وقد ملأ سماواته بالملائكة الغلاظ الشداد، وإن الله سميع بصير، وإن الله على كل شيء قدير. يقول بالكلام لكنه بالأفعال لا، لأدنى يسير من حطام الدنيا، لأدنى يسير من إنه يصبح له جاه أو يحترم بين الناس أو يكون له مكان مقام، أو حدث ما شئت من زخارف هذه الدنيا، تراه يقترف كل منكر، تراه عند الغاية يقول إن الغاية ما تبرر الوسيلة. الدين الإسلامي قال لا لا، أهم شيء أن الغاية والوسيلة يكونن سليمات، أنه الغاية ما تبرر الوسيلة، الوسيلة إذا كانت مو شرعية بعد ما أنا الغاية بعد أتركها، لأن أهم شيء عند الشرع. أمير المؤمنين عليه السلام كان عند هذا الشعار، لا أصلحكم بفساد نفسي، أعلم ما طبكم ما دواءكم. أدري أنتم ناس تردون فلوس والخوف العصا، لكن أنا هذا بفساد نفسي، ولا أخسر من نفسي قيد أنمله. لا لا لا، لو تنصلح السماوات والأراضين. هو أمير المؤمنين يقول أخسر من نفسي قيد أنمله، لا 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 ما مستعد. ليش؟ لأن الله يقول أولئك الذين خسروا أنفسهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. بار الإنسان أهم شيء ألا يخسر نفسه. المهم فهذا صاحبنا يجي يقول إن الله سميع بصير، لكن من يجي للأعمال ما تشتغل هاي السميع والبصير، يراقب كل عين من الناس، يستحي حتى لعله من بعض الحيوانات، ولكنه لا يستحي من خالق السماوات والأرضين. هذا بالله شنو عنده من علم؟ لأن جل فهمه، كل فهمه أنه الأصل هي الدنيا، هاي الحياة الدنيا، وبعدها راح نروح للعدم. ترى هو حقيقة العقيدة مالته حال حلب العلاء المعري حينما يقول لأم عمرو، يقول حياة ثم موت ثم نشر حديث خرافة يا أم عمرو. يقول ترى خرافات، ما راح نروح للقبر، لأن أنا أشوف الميت يموت يخلونه بحفرة ويحطون عليه التراب، أما شلون روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران أنا ما جاي أشوفها. يحسبوا أن هذا العالم عالما ماديا، عبال القضية قضية ماديات، أنه لازم يشوف الملائكة ويشوف منو قال لك القضية قضية ماديات؟ وشلون حصرت الوجود كله بأنه عالم ماديات؟ ملائكة أكو عالم مجرد. القرآن الكريم صريح قضية الإيمان بالغيب، واحدة من الغيب الملائكة، بس من اللي شاف الملائكة؟ القرآن الكريم يقول بس تموت لقد كنت في غفلة من هذا، كان موجود وانت غافل، فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد. تشوفه على نحو اليقين، تشوف انت كنت عايش بالموهوم. هذا اللي يوصف القرآن السراب الذي يحسبه الظمآن ماء، فلما جاءه لم يجد شيئا، لكن شنو لقى؟ ووجد الله عنده فوفاه حسابه، لأن الله سريع الحساب. المهم فهاي الطبقة يقولون ما لا يفعلون. وشوف القرآن شو يقول، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أقول الله سميع وبصير وأنا عينك عينك أبارزة بالمحاربة، يعني متجاهر بعصيانه، شوين هاي القول مالتي؟ شنو حقيقة قولي؟ ما هاي طبقة. طبقة ثانية، واحد لا سمع الله يقول إنما الحياة الدنيا لعب وله، قال الله صادق وأنا مصدق كلام الله، وقال الحياة الدنيا لعب وله. هسا أنا أتعب روحي على شيء لعب وعلى شيء له، شنو اللعب؟ حقيقة اللعب ما يكون غير مقصودا بنفسه،
واللهو ما يلهي عن غيره. احنا دائما نشوف هاي الحقيقة وين صايرة عند الأطفال. الأطفال يلعبون. النبي صلى الله عليه وآله يقول الأطفال عندهم خمس ميزات أحبها. يقول يلعبون يبنون ويهدمون وهم البكاؤون ويتخاصمون بغير حقد. المهم فشوف الأطفال حينما يلعبون ترى هم ما قصدهم نفس هذا اللعب، قصدهم شيء آخر وهو الإحساس بالسعادة. ولذلك من يخلصون يفلشون هذا اللي تعبوا عليه ساعة ساعتين ثلاثة فلشوه. إذن المقصود شيء آخر. فلذلك اللعب، إنما الحياة الدنيا لعب. يقول ترى هي مو هاي الحياة الحقيقية، هاي حياة لعب. وله ما يلهيك عن غيره. أنا الآن ملتهي بيكم، أنه أنا الآن مقبل عليكم، ملتهي عن أهلي عائلتي أصدقائي، ملتهي عنهم. فالدنيا تلهي عن غيرها. هذا قال أنا شنو؟ الله سبحانه وتعالى قال إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فبعد أنا همتي خل أقصرها على الآخرة. سمعت الله يقول لهم فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. شنو لا مقطوعة ولا ممنوعة؟ لا مقطوعة ولا ممنوعة أي إنها دائمة مستمرة، ليس لها وقت، مو مثل حال الحياة الدنيا. تفاحة أكلها خلصت بعد، لو معدت شبعت. لا لا، اللذة دائمة مستمرة، لا عليها قاطع ولا عليها مانع. في كل آن الآن أنا أكل فاكهة، مو قضية أنه أنا مثل حال الدنيا عندي معدة وتشبع معدتي وعندي لذة محدودة وانتهت القضية. لا لا، الله يقول لا مقطوعة ولا ممنوعة. ويذكر لي المؤمنين من الحور العين حور مقصورات في الخيام. يقول أنا هسه أخلي همتي على هاي الحياة الدنيا، أنا خل أصير عاقل، خلي أصرف همتي كلها للآخرة. فهذا الرجل يأتي يزهد بالدنيا، يزهد بكل الأمور التي تترف الإنسان، التي توعده عن عالم الآخرة، التي تنسيه الموت وما بعد الموت، التي تلهيه عن صلاته عن عبادته. تشوفه زاهد متنسك. وهذا بالواقع أنت من تدقق بحال هذا الزاهد ترى هو ما أراد إلا مشتهى نفسه. هذا حقيقة عبد الله. ليش عبد الله؟ من أجل أن يحصل على جنة، من أجل أن يحصل على لذائذ حقيقية غير هاي اللذائذ المنقطعة التي هي أيام قلائل وتزول. لا لا، راد هو لذائذ دائمة مستمرة غير مقطوعة. هذا ايش خلى؟ خلى الله معبود بالواسطة. الغاية هي الجنة، أنا أريد الجنة. فغايتي شنو؟ غايتي أن أذهب إلى الجنة وألتذ، أعبد الله من أجل أن أحصل على هذه اللذائذ. الله هنا طلع معبود مو بالأصالة، الله معبود بالواسطة. وهاي بالواقع إذا تدقق بيها يدخل هذا الإنسان. أفمن اتخذ إلهه هواه؟ يعني أنا ردت مشتهى نفسي، ولذلك عبدت ربي على مود أحصل ما أريده. صدقت قوله وشوفني لعل من العلماء من الزهاد من النساك، لكن بالحقيقة أنا أريد مشتهى نفسي. هاي طبقة ثانية، وهاي الطبقة تشترك ويا الأولى بالعلم لكن تفترق منها بالعمل. شوف هذا كثير التزهد، كثير النسك، كثير الصوم والصلاة والأعمال، كله من أجل أنه سمع أنه هناك بالبنك الإلهي أكو إنسان يخلي له رصيد عند الله. مثل ما أسوي هنا سيفينج وأحط فلوس، الله يقول هناك، يقول من يقرض الله قرضا حسنا هو الله يملكنا. احنا كنا وما نملك ومع ذلك يتلطف علينا، يقول ما تداينوني؟ داينوني. شلون نداينك؟ عندكم فقرة، عندكم ايتام، عندكم موارد مهمة اللي بيها تحفظ مجتمعكم، تحفظ امتكم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ انا اطب لي الكوز اذب لي 200-300 دولار كلش عادية، بس 10 دولارات أقرضهن لله؟ لا والله صعب على قلبي. ليش؟
لأن ما مصدق بكلامه. مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. صدق عود الله يطل وحده ب700، تصديق وينه؟ ليش انت مصدق؟ كان المفروض اذا عندي تصديق يكون حطائي على مقدار هذا التصديق. المهم هذا طلعنا عن موضوعنا واحنا محدودين بوقت. فهاي الطبقة الثانية بالواقع تعبد الله، لكنه تعبد الله مو لان الله يستحق العبادة، مو لان الله اهلا للعبادة، لا لا. سمعوا يقول ان الآخرة هي الحياة الحقيقية، هي الحياة الدائمة التي ليس فيها منغصات، التي ليس فيها أي آلام، ما بيها متاعب، ها كل اللي بيها سلاما سلاما، سلام قول من رب الرحيم. شنو هذا السلام؟ هم ما ندري به. ولذلك عبد الله من أجل هاي القضية. أكو واحد لا، هذا ما أخذت البارقة، بارقة الحب الإلهية، هذا وغالبا هم ما صير عند الشباب. ليش؟ لأن بعدهم ما عندهم جذور، ما عندهم متعلقات كثيرة. الشباب عادة مؤهلين أكثر من غيرهم لهاي القضية، مو معناتها الباقين لا لا، بس هم أكثر. ليش؟ لأن بعدهم لا عائلة لا بيت لا ممتلكات، بعدهم في مقتبل العمر. تشوف غالبا اللي تجيهم من بارقة حب إلهي، يجيهم لطف وحنان وصدق شغف، عند الشباب تلقاها هاي القضية، أنه يدخل الحب الحقيقي لله. هذا يجي يسمع قول الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله يحول بين المرء وقلبه، الله شقد قريب مني وأنا غافل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. شنو الحي القيوم؟ ما من شيء بالوجود إلا قائم بالله، ماكو شيء بالوجود يقدر يوقف نفسه، لا حائط ولا جبل ولا سماوات ولا أراضين ولا هواء ولا ماء ولا ذاتي، هاي اللي أنا أقول بها أنا أنا أنا، كلها الله اللي مقومها. لو الله يقطع فيض عنها تروح من يدري وين للعدم. فهذا يسمع قول الله ما يشوف لا شيء إلا وانعكفت نفسه عليه. ليش؟ لأن يقول الله هو الظاهر وهو الباطن وهو معكم أينما كنتم، فما يشوف لا شيء من الأشياء إلا وعكفت نفسه عليه. ولذلك تراه مصفر الحال مضطرب، مو هذا حارثة، الحارثة ابن النعمان لعله الفهري. النبي صلى الله عليه وآله شاف هذا شاب من شباب الأنصار، شاف لونه منخطف، شاف وضعيته كلش مضطربة، قال له كيف أصبحت يا حارثة؟ قال يا رسول الله أصبحت موقنا. قال يا حارثة إن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة قولك؟ كل شيء له حقيقة، هذا قولك شنو حقيقته؟ قال يا رسول الله هذه الحقيقة أضمأت هواجري وأسهرت ليلي كأني بعرش ربي قد وضع للحساب. يقول لك كأني الآن أنا شايف العرش الإلهي، مثل ما احنا نتصور المحكمة، اللي المحكمة الآن بحياتنا حاكم ومتهم، وأكو هم دفاع اللي هم الشفعاء. احنا هذا تصورنا عن القيامة، الله سبحانه وتعالى هو الشاهد وهو الحاكم، وأنا في كل الأحوال أنا المتهم، أنا متهم بس عندي شفعاء أسأل الله أنه لا ينسوني في ذلك اليوم. على هاي الأبهة والله هنا ترى شوف أنت من الطب لك المحكمة، ماكو واحد يحكي، ما يحكون ولا واحد يحكي، لكن احنا رايحين إلى محكمة كبرى، محكمة إلهية، محكمة جبار السماوات والأرض، اللي الله يقول هناك
وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا شي يسمع همسة، ما حد يقدر يحكي. بعد تهيمن على الوجوه الخشية الإلهية، بعد ما نسمع شيء. فهذا حارثة قل له يا رسول الله كأني بعرش ربي قد وضع للحساب، وكأني وأهل النار وهم يتصارخون يتعاون، وكأني وأهل الجنة وهم منعمون يتزاورون. النبي صلى الله عليه وآله قال عبد نور الله قلبه فاثبت يا حارثة. أهم شيء الثبات، لأن هذه الحالة تروح وتجي الظاهر. هذه القضية ممكن الإنسان يفقدها بعد كم يوم، ممكن يكون خوش آدمي وعاذنا الله وإياكم بعدين يبتلى وإذا بيطلع عن ال... قال له فاثبت، حافظ على هذه الحالة اللي أنت بيها. قال له يا رسول الله ادعوا الله بالشهادة. دعا للنبي صلى الله عليه وآله، لأن هو هذا استعداده، هذا كمالي بهذه القضية. أما أنا لا والله، كمالي أعتقد بغير شيء. المهم، فهذا إجى ما شاف الأشياء إلا وتعلقت نفسه بكل شيء، لأن الله قائم على كل شيء، فهو يقصد الله لكن من خلال الأشياء. بعدين يسمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول أنا أطلب الله بالأشياء وتارك نفسي، وعلامة نسيان لنفسي هو نسيان لربي. إذا نسيت نفسي نسيت ربي. أولئك الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يلتفت النبي لنفسه، لأن يقول هو ربي مقيم لهذه الذات، هو مقوم لهذه الذات، فهو أقرب إلي من حبل الوريد، هو يحول بين قلبي ونفسي. هسه شنو هذا الحاجب اللي بين أنا بين المرء وقلبه؟ شنو هالنفنين؟ أنا اثنين لا واحد، هو الله باسم الحائل يحول بين قلبي ونفسي. أنا عندي أنا واحد. الله يقول لا، ترى أنا حتى أقرب إليك من قلبك. هذا اللي أنا الآن من يطير، من أخاف أشوفه ما أدري وين يروح، واعتقد أنا راح أروح العالم غريب، يقول الله ترى أنا أقرب إليك منها. فهذا صاحبنا يجي يشوف أنه علامة نسيان نفسه، علامة نسيانه لربه، ولذلك يجي يهذب نفسه، يشوف أنه نفسه هي الطريق الموصل إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. هي خطوة ربينا وبين الله. الإمام زين العابدين يقول له الراحل إليك قريب المسافة. هي خطوة واحدة ما لها ثانية، ترى النفس هاي الأنا. شو وقت ما حط الإنسان رجله على هالخطوة لابد أن يطيح بالرحمة الإلهية. هذا القرب اللي إحنا مسؤولين أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ودائما نطلبه بالأشياء، نطلبه بال... لا لا، هو أجل نفسي أصفيها من الكدورات، أشوف الصفات الإلهية الصفات النبوية أتشبه بيها، حتى ولو بالبداية أتمثلها شوية شوية. النفس الإنسانية بالتعويد تؤمن، التكرار برهان العامة. احنا بنكرر شيء نكرر، وحقك حتى مرات النفس الإنسانية تكذب لها كذبة، ومن قد ما تكررت يصدقها من وراء التكرار. هو على يقين انها كذب، بس مع ذلك لان التكرار لا لا، يقول يمكن صدق هالقضية. ولذلك الإنسان يعلم يروض نفسه شيئا فشيئا، مو يجي رأسا يريد يسوي كل الأعمال، لا لا ما ممكن. ادخلوا لهذه النفس برفق. ولذلك هذا الإنسان تلقاه دائما مشغول بربه، لعله يستوحش من الناس. أما إذا يلتقي بالناس على قدر الضرورة بما كلفه الله سبحانه وتعالى، وإلا هو عايش حياة الأنس،
ضايق طعم حلاوة الوحدة بالله. والإمام زين العابدين يقول له يا خير من خلا شنو به وحيد. الله سبحانه وتعالى هو خير من خلا به وحيد. وين ألقاه؟ ألقاه بقلبي. أنا ما أقدر، لا تدور علي برا. عبدي لا يسعني سماواتي ولا أرضي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن. هذا هو مسكن الرحمن اللي أنا إذا جبت سكنت غيره فهم غاصبون للقلب. هذا اللي القرآن يقول بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أم على قلوب أقفالها. وشوف القرآن ايش قد يقول على هاي القلوب، كثرة الذنوب حجبتنا عن الله سبحانه وتعالى، حجبتنا عن عالم الآخرة. فهذا الإنسان اللي بقلبه حب إلهي بعد ما يقدر يدخل غير الله. كل ما يجي شيء للشيطان لعنة الله عليه هو ينفر منه يبتعد عنه. ولذلك تلقى لعله يشترك مع الطبقة الأولى بالعلم والطبقة الثانية أيضا بالعلم ولكن يفترق عنهم بالعمل. هذا تلقى عمله مو مثل عمل ذاك الزاهد اللي هي مو بكثرة عباده ولا بكثرة الصلوات، لا لا، هي القضية تتعلق بالفهم، أن الإنسان كيف يفهم من نفس هذا القرآن من نفس هذه التعاليم أن يصل إلى القرب الإلهي. ولذلك احنا عندنا صراحة اللي ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك. هو ما يلقى الله سبحانه وتعالى بعد لقى شيء؟ لا والله، لقى السراب. ولذلك الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي يقول مجموعة أعمال اللي يسويها سحنهم ما يعني، لعل الليلة الثانية هي الليلة الأخيرة ما نكون بخدمتكم. هذه مطالب يراد لها كثير من الكلام، أنه شنو هذا الحب اللي الله يقول أسكنت قلبه حبا، شنو نوع هذا الحب؟ يقول من عمل برضاي ليرضى بما قسمت له. هاي النفس إذا اقتنعت يقول أسكنت قلبه حبا وأفتح عين قلبه إلى جلالي، الظهر قلب إلى عين وتنفتح. وأسمعه كلامي وكلام، والله هو في عالم الدنيا ترى بعد ما ميتها في الدنيا. احنا الآن هذا الشريعة الإسلامية المأمورين باتباعها هو الصراط المستقيم اللي احنا الآن جاي نمشي عليه، مو بعدين، لا الآن. شنو هذا الحب الإلهي؟ الحب الإلهي يشوف الله ايش قد رقيق، لكن أنا غافل الغفلة. الله سبحانه وتعالى يقول وعزتي وجلالي لو يعلم عبادي المذنبون، مو المؤمنون، لا لا لا، ذول العاصين المذنبين، مدى شوقي لرجوعهم. أنا مشتاق لرجعتهم عبادي. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى هم معقول يخلق له خلقا ما يحبه؟ لابد أنه يحب عبده. يقول لو يعلم عبادي المذنبون مدى شوقي لرجوعهم لماتوا شوقا إلي ولتقطعت أوصالهم. يقول هذا بدنهم بعد ما يتحمل الشوق يتقطع. احنا واقعا نشوف هاي الحقيقة، ترى هذا اللي يحب له محبوبة نشوفها على نحو اليقين، اللي يحب له محبوبة نشوفها يتحمل آلام وحر شمس وهو غافل حتى عن نفسه. ليش؟ لأن همه قلبه كله هناك، والقلب هو القائد والإمام. فاللي يميز هاي الطبقات الثلاثة هي قضية الفهم. الله سبحانه وتعالى يقول ففهمناها سليمان. شنو هي هاي اللي فهمها المولى جل شأنه لسليمان؟ لابد أن تكون حقيقة. هذا اللي يقول اللهم اجعل في قلبي فهما وعلما ونورا وبصرا،
كنت دائما أنا أسأل الله أن يجعل في قلبي هذا الفهم لكي أعرف لماذا خلقت ولما جئت إلى هنا وإلى أين أنا ذاهب. ولذلك القرآن يقول له فلا تطع من أغفلنا قلبه ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. لابد أن العمل يكون حبا لله شكرا لله. الحب والشكر اثنين نفس الشيء، مآلهم واحد، مرجعهم واحد. فلا بد أن أعمال تكون على هذا النحو، اعملوا آل داود شنو؟ شكرا. ولذلك تشوف القرآن شي يعبر، يعبر عن أقراص خمسة صدقوا بهم أهل البيت، خمس أقراص. اليوم الأول، الثاني، الثالث، الله نزل سورة اسمها سورة الإنسان، قال هذا الإنسان الذي خلقته. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والله الإمام الصادق سلام الله عليه يقول والله ما قالوها بأفواههم، هاي ما يقول ما قالوا ذول الناس احنا ما نريد منكم جزاء ولا شكور، لا لا، يقول أضمروها في قلوبهم. الله يحكي عن الحقائق. ولذلك هاي القضية شلون لما مرض الحسنين، الجميع يعرف القصة بس احنا نتبرك بذكرها، وقتنا هم خلص. فمرض الحسنين قالوا لأبي الحسن لو نذرتم لشفائهما نذر أمير المؤمنين والسيدة فاطمة عليها السلام وفض جاريتهما، نذروا إذا شفي الحسنين نصوم لله ثلاثة أيام. صاموا ثلاثة أيام، أطعموا باليوم الأول المسكين ثم هذا الأسير، ترى مو مسلم، ها أهل البيت ترى مو بس للمسلمين، لا لا للإنسانية كلها، هذا أسير جاب للمدينة، جاي للمدينة هو مسلم ويطعمونه، لا لا ترى هو هذا مو مسلم وأسيرة، ها فأطعمهم بهذه إلى أن أصبح الحسن والحسين يرتعشان من شدة الضعف. ثلاثة أيام يفطرون بس على ماء، وهن هم ذني الشعيرات بدائين أمير المؤمنين من واحد يهودي من شمعون الخيبري. عجيبة والله الدنيا. أبو الحسن ولي الله الأعظم وإذا به يقترض من شمعون اليهودي. والله العلي العظيم هاي الرواية من واحد يعني يدبر بها يقول شنو تعني الدنيا عند الله، أمير المؤمنين سيد الكائنات بعد نبينا، وإذا بما بيت ما بما يأكلون. المهم أن الأمير المؤمنين عليه السلام قال اذهبوا بنا إلى رسول الله. أخذ الحسن والحسين إلى النبي، لما رآهم النبي وهم يرتعشان من شدة الجوع قال ما أشد ما يسوءني مما أرى بكما، غاية بالألم. ترى النبي صلى الله عليه وآله هو شاف آلام، والله هو يأذو قومه، لا لا حتى مو بس المشركين، حتى ذول اللي معاه كثير من المنافقين آذوه. والله بس ما قال هيك عبارة، ما سمعنا قال هيك ما أشد ما يسوءني مما أرى بكما. لما شاف الحسن والحسين يرتعشان من شدة الجوع قال إذن انطلقوا بنا إلى فاطمة. الحالة الطبيعية للإنسان إنه ثلاث أيام ما ماكل إلا الماء، أن يكون يعني ولا خبزة ولا لقمة، أن يكون طريح الفراش، لابد إنه يكون يعني منهك القوى. يقول لما دخل النبي صلى الله عليه وآله لبيت السيدة الزهراء وجدها في محرابها قائمة تصلي لربها، حينما رآها اغرورقت عيناه بالدموع، بدأ يبكي النبي. ليش؟ لأن شاف السيدة الزهراء ما هذا الحب الإله الذي في قلبها، ها وإذا بها حتى غفلت عن بدنها المقدس، وإذا بها قائمة في محرابها تصلي لربها. حينها نزل جبرائيل وقال له يهنئك الجليل يا محمد. أي
أي إنك قد جنيت الثمار، هذه ثمار رسالتك. فقال له: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هذه سورة الإنسان، لأن الله سبحانه أنزلها في هذه اللحظة المولى جل شأنه، لأن هذا الإنسان الذي خلقه المولى، هذا الإنسان الذي أحب الله حق حبه، هاي السيدة سلام الله عليها التي رضاها رضا الله، غضبها غضب الله، مثل ما تفضل سماحة الشيخ أنه ماكو فرق ترى، والله إذا غضبت هو هذا الغضب الربوبي، ورضاها هو الرضا الربوبي. لكن أنت تعال شوف القوم ماذا فعلوا بالسيدة الزهراء، كيف عاملوا هذه الريحانة، جاءوا بحطب من أجل خلافة، من أجل بيعة، الثاني يقول عنها فلتوق الله المسلمين شرها، مقتلت السيدة الزهراء عليها، جئتم بأكبر جريمة شهدتها البشرية على فلتة. معذرة حجي عن الوقت لعله أخرت، جابوا الحطب ونادوا من وراء الجدار أن اخرج علينا يا علي. ما الذنب الذي اقترفه أمير المؤمنين؟ السيدة الزهراء عليها السلام كانت لها مكانة، قد سمعوا من النبي يرضى الله لرضاها، قد سمعوا من النبي هي روحي التي بين جنبي، ريحانتي من الدنيا، إذا اشتقت إلى الجنة شممت عنق فاطمة، فاطمة هي الجنة ترى. وإذا بهم يقولون فليخرج علينا علي وإلا حرقنا الدار بمن فيها. أتحرقون بيت النبوة، معدن الرسالة، من أجل ماذا؟ من أجل بيعة سنتان، الأول أخذها سنتين، الثاني أخذها 12 سنة، لكن الآن أين هما؟ هذه المصيبة التي جرت مصائب على المسلمين، كل معاناتنا من وراء ذيك المصيبة، آلامنا مجيئنا إلى أستراليا من وراء ذيك المصيبة، كل ما في الوجود من آثام من وراء ذيك المصيبة. الله اختار لهم النور، اختارونا الطغيان والشيطان. فالسيدة زهرة عليها السلام قالت: ما الذي جاء بك يا ابن الخطاب؟ قال: فليخرج إلينا علي. يقول هذا هو الذي يروي هذه الرواية، يقول: جاءت وقفت وراء الباب، قلت لها: ما الذي أخرجك؟ أين بعلك؟ قالت: أخرجني ما رأيته منك ومن غضبك. على ماذا هالغضب؟ على من تتجرأ؟ قال لها: دعي عنك هذا الكلام وأخرجي لنا عليا. ثم إن اللعين يقول: أحسست بها وراء الباب، حاولت دفع الباب وإذا بها تدفعه علي. يقول: قرعتها بالسياط، بضعة النبي المختار تقرع بالسياط، عجبا لحلم الله كيف تجاسروا. ثم يقول: ورفست الباب رفسة، وقد سمعتها حنت وأنت وقالت: يا أبتاه يا رسول الله، ماذا لقينا من ابن الخطاب بعدك؟ يقول اللعين: لما سمعتها حنت وأنت كنت أن ألين، ولكن تذكرت كيد محمد وبلوغ علي في صناديد العرب، فعصرتها عصره حتى نادت: يا فضة إليك سنديني، فوربي أسقط جنيني. تصيح الصايات: يا فضة تعالي تعالي،
ومن الباب شوف الشجرة بحالي يا فضة وقع محسن الغالي يا فضة يا فضة وصدر انصاب مسمار يا فضة وياك خل زينب تجيني تشوف الصار وتون الونيني يا فضة وفوق هذا صواب عيني والله ضمن أكثر من اللي علي صار أي والله ضمن أكثر من اللي علي أي صار. بعد أكمل وأسألك الدعاء. يقول الحسن لما أصيبت أمنا فاطمة خلف الجدار وقعت مغشيا عليها ودخل القوم إلى أمير المؤمنين وقد كتفوه بحمائل سيفه وأخرجوه من الدار. يقول نحن أصبحنا بحيرة الحسن والحسين أنذهب مع أبينا علي أم نبقى في الدار مع أمنا فاطمة. يقول بقينا محتارين ما ندري نروح وراء أمير المؤمنين نشوف أمنا طايحة وإذا بها تتمخض ذلك المخاض ها وإذا بها تفيق لما أفاقت أول ما نادت أين أمير المؤمنين أين أبا الحسن. قيل لها إنه أخرج من الدار خرجت ورائي لما علم اللعين بها أمر قنفذ أن يقرعها بالصياد. تقل أبويا أمر أمر على عبد ضربني والله ضربني ومن ضربت للقاع ذبني لانكسر قلبه ولا رحمني أي والله من الوادم فلا واحد حشمني ويل لمن شفعاؤه خصماؤه والصور في يوم القيامة ينفخ.